لاعب الشهر تم اختياره حسب تصويت كبير جرى على الانترنت وحسب زاد الصحفيين والزملاء الصحفيين الرياضيين اعداد كبيره فوتات. المره هذه نحكيوا على اكثر من 38 الف فوتان، نحكيوا على اكثر من 100 صحافي رياضي فوتاو. اللاعب الشهر حصل عليها رامي جريدي حارس السياسات الموجود بعدنا، لكن الفوت المره هذه كان سيري برشا بين ثلاثه اسامي قاد يمكن لل الساعات الاخرى ولا الدقائق الاخرى. رامي شو نقول لك، قعدت بين تيجاني بالعيد يوسف البلايلي ورامي الجريدي. في الوقت الاخراني قعدت بين رامي الجريدي ويوسف البلايلي، لكن المومون اللي عمل الفارق هو وقت اللي خرجت الليستا تاع المنتخب الوطني، الاجماع الكل نتاع الناس اللي تفوتي، الناس اللي تتبع الكره، الناس اللي يهمها الشان الرياضي في تونس، الاجماع كان على رامي الجريدي. وهوني رامي خذا لافونتاج ورامي حصل على جائزه احسن لاعب في شهر فيفري باي كوكا كولا كما قلنا فود 24 اووردز. هذا هو تتويج رامي الجريدي، تتويج مهم على الباركور اللي عمل فيه رامي واللي اكدوا هذايا هو تتويج اليوم. وثقتكم انتم في الشيء اللي قاعد يعمل فيه رامي الجريدي خاصه في شهر فيفري بالاجماع رامي، صحفيين رياضيين جمهور عباد تحب الكره قاعدين يعطيوا فيك ثقه، والناس الكل قاعده تختار في رامي الجريدي لاعب شهر فيفري. حاجه اخرى، اليوم فود 24 قاعده تخدم في الخدمه الكبيره هذيا، واحد على ثقتكم الكبيره انتوما والناس اللي قاعدين تتبعوا واللي قاعدين كل نهار يعني تعطيو ثقه، والصحفيين الرياضيين يتبعوا ويفوتيو، وخاصه زاد كوكا كولا اللي عاطيه ثقه في الرياضه نتاعنا وفي الرياضيين نتاعنا. مبروك رامي الجريدي، تتويج بلاعب شهر فيفري 2018، برافو.